اشعياء 58. نادي بصوت عالي، ما ترفضش، ارفع صوتك زي بوق وبلغ شعبي بالتعدي بتاعهم، وبيتي هقوب بالخطايا بتاعتهم، ويطلبوني يوم ورا يوم، ويفرحوا بانهم يعرفوا الطرق بتاعتي زي بلد عملت صلاح وما سابتش حكم إلها. يسألوني عن احكام الصلاح، ينبسطوا بانهم يقربوا لله، بيقولوا ليه صمنا وما بصيتش، زلينا نفسنا وما لاحظتش، اهو انتوا في يوم صمكو بتلقوا اللي يبسطكو، وتسخروا الناس في كل الاشغال بتاعتكو، اهو انتوا عشان الخصام والخناق بتصوموا، وعشان تضربوا بلوكمية شر ما بتصوموش زي النهاردة عشان تسمعوا صوتكو في العلا. بقى زي ده يبقى صوم اختاره، يوم يزل الانسان في نفسه، يوطي زي نبات الاسل راسه، ويفرش تحته خيش ورماد. تسمي ده صوم ويوم مقبول للرب؟ مش ده الصوم اللي اختاره؟ فك ايود الشر، فك عقد خشبة الرقبة، وتسيب المهروسين احرار، وقطع كل خشبة رقبة. مش انك تكسر للجعان العيش بتاعك، وانك تدخل المساكين التايهين لبيتك. لو شفت عريان انك تكسيه، وانك ما تطنش على لحمك، وقتها ينفجر زي الصبح نورك، وتنبت صحتك بسرعة، ويمشي صلاحك قدامك، ومجد الرب يجمعك. وقتها تنده فيستجيب الرب، تستنجد فيقول انا هو. لو شديت من وسطك خشبة الرقبة والمشاورة بالصباع وكلام الخطية، وسبت نفسك لجعان وشبعت النفس المزلولة، يشرق في الضلمة نورك، وتبقى ضلمتك الشديدة زي الظهر، ويقودك الرب على طول، ويشبع في الجفاف نفسك، وينشط عظمك فتبقى زي جنة مروية، وزي نبع مية ما تتقطعش المية بتاعته، ومنك تبني الخرب القديمة، تقوم أساسات جيل ورا جيل، فيسموك اللي بيرمم الشق، اللي بيرجع الطرق عشان السكن. لو رجعت عن السبت رجلك، عن انك تعمل اللي يبسطك في يومي المقدس، وسميت السبت لذة، والحاجة المقدسة بتاعت الرب متكرمة، وكرمته على عمل الطرق بتاعتك، وعن انك تلاقي اللي يبسطك، وانك تتكلم بكلامك، فانت وقتها هتتمتع بالرب، واركبك على الاماكن العالية بتاعت الارض، واكلك ورث يعقوب ابوك، لان بق الرب اتكلم.